تلقينا هدف ضد مجريات اللعب. الخصم في الشوط الثاني استيقظ وضغط علينا في العشر دقائق الاولى، كنا عارفين بلي يضغط علينا في الدقائق الاولى، وكنا موجدين امورنا. درنا بعد دخلنا بعض التعديلات، عزنا الوسط. والله الظروف تاعنا بدون المدرب احنا خدمه كاع تاع الشيخ حجار وصطف اللي كان معاه بان، والبريباراسيون اللي درناها قبل هذه المباراه تاع لاكوب قبل ما يروح السيمانه اللي فاتت بانت اليوم باللي خدمنا غايه مع الشيخ. نظرنا دينا مقابله مقبوله، يعني لعبنا كره، وحتى لما كنا بعشر لاعبين نظن ان كنا ممكن نعود في التهديف وفي النتيجه، ولكن نظن ان في الشوط الاول هو اللي ضيعنا الفرص المتعدده يعني.